تحقيق 24 تنقل لكم الخبر اليقين بالصوت والصورة. ياسين بالحدار، رئيس جمعية صنع المستقبل. اليوم كنا في صدد تنظيم ندوة وطنية بشراكة مع عدة فعاليات مدنية وطنية، منها جمعية أمل سلام، منها جمعية الحرية، المرصد المغربي و المعهد المغربي والجمعية المهنية للمقاولة النسائية وكذا جمعية إيتوسا. تطرقنا في هذه الندوة الوطنية للإشارة للنظرة الذكية للمغفور إلى جلالة الملك الحسن الثاني في وضع لبنة الاستراتيجية الاقتصادية البعيدة المدى وخطة الحركة السياسية التحريرية التي كانت بطريقة سلمية ولا مثيل لها على المستوى الدولي. وكانت ندوة حقيقة غنية بنقاشات في المستوى المطلوب، وكما تطرقنا كذلك لآخر مستجدات القرار الأممي لحد على 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 المكتسبات الإيجابية للمملكة المغربية الشريفة. ومن هذا المنبر نحاول نوجه رسالة شكر لجميع الحضور اللي ساهم في إحياء هذه الندوة، وخاصة المنابر الإعلامية اللي سرعوا لنا بوقتهم الثمين من أجل إحياء هذا النشاط. وشكرا. سيدة ماريا أيتهمة، صاحبة مكتب للحسابات وأمينة مال لجمعيتين، الجمعية النسائية وجمعية لا إرسكا، لا سينيرجي إرسكا. وحنا جد فرحين التحاق لنا بهذه الندوة اليوم بمناسبة المسيرة الخضراء وكذا عيد الاستقلال، وكيشرفنا أنا كجمعيات مقاولة نسائية بالمغرب بانني التحقت بهذه الندوه، لانني كان انا كاختصاص ديالي اكاديميا وعمليا في الشق الاقتصادي، وانا واكبت الحمد لله والابحاث ديالي واكبتها في هذا المجال وشفت مدى تاثير المسيره الخضراء منذ الانطلاقه ديالها على الاقتصاد الوطني، ونظرا للاستباقيه ديال جلاله الملك الحسن الثاني ومدى التطور اللي وصل له المغرب عبر القرار الصائبة اللي تاخذها جلالة الملك. ومن ثم أنا ربطتها بالحس ديال جلالة الملك محمد السادس اللي واصل التعليمات، واصل السياسة الصائبة والسديدة للمغفور له الحسن الثاني، واللي مكنتنا الحمد لله أن رفعنا الرأس ديالنا وطنيا وعالميا. والدليل على ذلك أنني كنت في مختلف المواقف، كنت في مثلا فرنسا، كنت في الولايات المتحدة الأمريكية، وشفت الاعتراف الصريح والحقيقي للمجهودات المغرب ومجهودات ديال الحكومة ديالنا، ديال ملكنا، ديال شعبنا. وأنا كنتمنى إن شاء الله تكون التواصل في هذه الندوات ويكون الاستمرار من أجل ترسيخ هذه المبادئ في الأبناء ديالنا، وما نساوش أن تاريخنا تاريخ عظيم. وكنشكركم جميعا ونتمنى لكم التوفيق، وشكرا جزيلا. السلام عليكم، تحية طيبة للجميع. معكم بوبك العلوي المدغري، رئيس جمعية رزق للتنمية والثقافة، بمناسبة مسيرة خضراء وعيد الاستقلال المجيد، تنظم جمعية صنع المستقبل بشراكة مع جمعية الحرية وجمعية أمل سلا ندوة وطنية حول موضوع نظرة استباقية ذكية للمغفور له الحسن الثاني بين الحركة السياسية التحريرية. وكنشكركم من ساهم في إنجاح هذه المبادرة القيمة وهذه الندوة الطيبة، وشكرا. كنتم مع تحقيق 24 صوت كل المغاربة. قبل المغادرة لا تنسوا الاشتراك بقناتكم وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد.